الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على جل المرسلين وآله وصحابته وتابعين وآله. جزا الله الإخوة الذين تحدثوا وأجادوا وأفادوا. وأنا دار النبي إن شاء الله تنبيهين أو ثلاثة. وكثير من الناس الآن يعني يسمع الغناء، ونريد أن نبين حكم الغناء من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تنخدع بهذه الشعارات. وهؤلاء الذين أقاموا هذه الحفلات ما أقاموها إلا لإفساد الناس وإفساد قلوب العباد. والله جد، لأن الغنى والقرآن ما بيتلمن في القلب أبدا. يعني ما ممكن واحد يقول لك والله أنا بحب أسمع أغاني الحوت، دموعي سالت أداني تحية. دي تحية ولا منبان؟ شنو أداني تحية ودموعي سالت والمنام أبلي أنا ونجمة الليل نعده؟ كلام كله ما عنده أي علاقة بالواقع، كله خيالات بتاع ناس مساطيل. بس أخذت نظرة أنا من قصاد الطاقة، أنت اللي وديك تعاين بشبابيك الناس شنو؟ تزول حرامي ولا شغال شنو أنت؟ واحد تاني يقول لك عبدت القبر يا سلمى لأن القبر ضماك، عبدت الله في سري لأن الله سواك. ده كفر بالله عز وجل، وداك وحياة الشامل في خدك، بيحلف في الشامة في خد مرة. بالله يسر، لو كانت في أي منطقة تانية برضو بتحلف فيها؟ يا ناس، دي أغاني الآن تمارس، والبعبودة وهوس بتاع منو فإنت تعرف الحكم الشرعي في الغناء عشان ما تتغشى. وما في زول القرآن، في زول بيكره القرآن يا جماعة؟ هل بيكره القرآن في عده؟ أي زول بيكره كلام ربنا يرفع يده، دارين عارف كلكم بتحبوا القرآن صح؟ طيب القرآن، ربنا قال عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وربنا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، مستقيم يعني قيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أبدا ماكثين فيه أبدا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لأن النصارى قالوا الله عنده ولد. فإن تعرف حكم الغنى عشان ما تتغشى. ومن المحل ده أنا بنصحك والله، عندك ذاكرة فيها غنى، فيها أفلام فاضحة، فيها صور بتاعت نساء، أمسحها عشان ما تجي يوم القيامة بسيئات رصيد. والله جت تلقى رصيد من السيئات مكوم. ده من وين يا ربنا؟ يوم 12 يوم 9 يوم 31 12 حولت لك غنية لميدو، ويوم 29 حولت لسوسو، ويوم 14 حولت لنانسي، كله بتلقاه يوم القيامة. فالغنى محرم. ربنا قال في القرآن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وتزال اللي بيشتري الغنى ليه عذاب مهين، واللي بيمشي يعمل حفلة ليه عذاب مهين. قروشك تدفع لي حفلة ومسؤول عن مالك ده يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. المال القروش اللي بتفكها طلق، والقروش اللي بتصرفها على البنات، واللي بتصرفها على الفواحش وعلى الخمر، الله بيسألك منها يوم القيامة. فالمهم، وربنا قال في سورة الإسراء قال واستفزز للشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. العلماء قالوا صوت الشيطان الغنى والدلوك الداقدي. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هذا الغناء محرم، والموسيقى التي نسمعها الآن محرمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع الحديث ده كويس عشان ما في واحد تاني يقول لك لا. العلماء، بعض العلماء حللوه، العلماء الشغالين فتاوى نصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون
الحر أي الزنا، الحر يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. زي شايفه ده أسلم شير الفنان ده، قل له أنت تعال الموسيقى دي ما حرام، يقول لك لا يا أخي ما حرام، دارين نعبر عن شعورنا ودارين نعبر عن فرحنا يا مولانا، وما في حاجة، ما تضيقوا علينا. أضيق عليك نحن داخلينك جوا شوال هذول، ربنا قال حرام، نقول لك شنو يعني؟ نقول لك لا ما حرام، بس انت بس ما كترتها شويه، لا حرام، الغنى حرام، وانت عارف الفنان في اللغة العربية يعني شنو؟ في اللغة العربية الفنان عارف معناته شنو؟ معناته الفنان معناته الحمار. والله يد بلغة اليوم فنان، لكن عند العرب زمان الفنان يعني الحمار، والحمار بيهنك وده بهنك، واحد ده بهنك وديك رسخور وما عارف غش جرادل وخديجة سفنجات وما عارف منو ناس غبار وندى القرعة وندى القرعة، هل هذا كلهم في الشريعة الإسلامية فسقة. والله جد في الشريعة الإسلامية فسقة، حرام، ما بجوز تسمع غنى ولا تستمع تحضر حفلة غنى، ده محرم يا زول. وبعد ده يجيك واحد يغلطك يقول لك لا الناس اختلفوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال والخمر والمعازف، الأربع حيات دي حرام. النبي قال في ناس بيجوا يحللوها وحللوها، الخمرة يقول لك يا مولانا دي بيرة خالي كحول، وده مشروب روح يا أخي بيخليك بس منعنش، لكن ما فقدك الشبكة بالله، وانت تغني وترقص في الشارع ومخيط في الشارع يمين وشمال، بالله ده ما طلعك برا الشبكة هسه، ده والله يطلعك برا الأنتنة ذاته. ويقول لك الزنا الحر والحرير، الحرير ده والله الجرائد مو جابت قبل فتره الشباب قابضينهم لابسين فساتين وزفافات جايبينهم في جريده الدار، انا غايته ما شفتهم، لكن قالوا في شباب قابضين لابسين زفافات، ودي بلد الغرايب وما تستغرب من اي حاجه، لو لقيت ولد لابس تيو زفاف بعد شويه بيجاي ما تستغرب، بيكون شاف لابس مسي لابس تيو زفاف ولا شاف واحد لابس تيو هناك، لانه شبابنا بيقلد يا زول. الشباب اصل البنطلون الكوبايه ده والله لو ادى اللابس كوبايه ده لو شاف نفسه من ورا عود نبله بس، يا خلق الله الله يرضى يا اخي، والله والله فضيح. البيت بتلبس ضيق داير عريس، انت داير شنو؟ البيت بتلبس ضيق داير عريس، لكن انت داير شنو؟ ها ورينا، ها ورينا يا اخي، لابس ضيق وما عارف ليك، تلقاه مكفكف ومسبسب شعره، والله جت تلقاه واحد، وانا مره لاقاني واحد شايل حواجبه، والله الذي لا اله غيره، شوف الخيابه وشوف الذي وصل اليه الشباب، واحد تلقاه يعني يحيرك ذاته، قبله يعني كريم يخلي لك شعره ده زي معكرونه نوبه ملفلف كده، ده شنو؟ يقول لك ده مولانا ده احمد الصادق. يا زول نحن بنعرف احمد الصادق ولا بنعرف حسين الصادق؟ بنعرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، دي قدوتنا ودي اسوتنا وبنقلده. البنطلون القصير ده قال البسوه بنلبسه، قال يعني البنطلون قال اللبس يكون فوق الكعب، والدقن دي ما عاملينها عشان 50 سنت ولا عشان اشر ولا اسمه منو ذاك توباك، لا عاملينها عشان النبي عليه الصلاه والسلام، قال عفوا اللحى وحفوا الشوارب خالفوا اليهود والنصارى، ولا خجلانين. وتلقاه الواحد لابسه لباس في الحله، تلقاه لافي بالبغاله لباس وتلقاه فخده كله برا عوره، تقول له ده شنو؟ والله يقول لك يا اخي جون سينا لابس، يا اخي انت بتقلد جون سينا يعني؟ طيب نحن بنقلد النبي عليه الصلاه والسلام، اينا يستحق ان يستحي؟ منو المخجل؟ انا مقلد الرسول وانت مقلد جون سينا، انا بحب الرسول واسال الله يوم القيامه يحشروني معه، لكن انت بتحب جون سينا يوم القيامه بتخش معه؟ كان مات على الكفر بتموت بتخش معه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال المرء مع من احب، فالغنى محرم، ما في زول يسمع غنى، والله بنصحك امسح الغنى. والليدو الليدو الجماعه تلقاهم اربعه في اي محل تلقاهم اربعه قاعدين ينخسوا تشك تشك تشك، والضمنه والكوتشينه والشطرنج دي كلها محرم، ده اسمه النردشير في الشريعه الاسلاميه. قال النبي عليه الصلاه والسلام اللاعب بالنردشير كالغامس يده في لحم ودم خنزير، تلعب ليدو زي دخلت يدك جوا لحمه خنزير ودم خنزير، هذا كلام منو؟ ده حقنا احنا؟ لا ما حقنا، انتوا منو؟ نحن مسلمين ساي، انتوا انصار سنه؟ لا ما انصار سنه، انتوا داعش؟ اعوذ بالله من داعش، وبنحذرك من داعش، وبنحذرك من الفكر التكفيري الذي يامر بالتفجير والتفجير والتقتيل للابرياء.
نحذر المسلمين كلهم من داعش والنصرة والقاعدة وكل الأحزاب. والله جد خليك ندعوك للإسلام بس، ما داري منك أي حاجة، أبقى مسلم وتابع النبي عليه الصلاة والسلام تفوز وتنجو. تابعت أي زول تاني يوم القيامة بتندم، والله جد أي زول. ولا تتابعنا مش فلان ده واخونا احمد ده وعمنا ده واخواننا ديل، ما تتابع اي زول، تابع الرسول عليه الصلاه والسلام لانه معصوم، ولو تابعته بتفوز وبتخش الجنه. لكن فرطت وتابعت الجماعه زي جماعه الان ديل، زي ما قلنا لك الان المجتمع جاري مسخ الهويه. البيت لابسه بنطلون اضيق من بنطلون الولد، والله جد تلقاه لافه مع ابوها للاسف، والحسرة الكبيرة معاها أبوها وأمها طالعين رأس السنة، والجماعة بيشتغلوا شغلهم في جماعة هنا جايين، وما تفتكر عجبهم رأس السنة، لا بعرفوا كرعين سنة ولا بعرفوا هنا، بس بيعرفوا سوسو وداير رقمك وعندك واتساب، وقلت له أنت من وين وساكنة الجريف غريب، والله أنت جنبنا وكذا اديني رقمك. والله أنا زول مسكين وما عندي حاجة، أوعى يا زول، لا مسكين ولا مسكين، ديل كلهم سعالب ومجارمة يعبثوا بأعراض المسلمين. وزي ما قال لك أخونا بشوك بتقر بتلعب به جاي بيلعبوا به هناك، ودي شغله اصلا يعني الانسان ربنا بيعاقبه، يعني من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. ربنا بعاقبك ما تعبث بعراض المسلمين، اذا ما بترضى يعبثوا بعرضك. ايت الليله مش اختك طلعت ولا ما طلعت؟ اذا طلعت او اذا ما طلعت قول لا احبسها، قول لا ما تطلعي. لكن انت طلعت ما بتقدر تقول لا ما تطلعي، تقول لك انت طلعت انا بطلع. يا ابوي محمد قال لي ما تطلعي، يا ولد مالك ومالك انت مش طالع، امشي انت شارع النيل الحلفايه وخليها تمشي هناك المشيه. واي واحد بيجي وضاربه مواعيده مع سامي وذاك مع ما اعرف فوفو وسوسو اسماء ما انزل الله بها بسلطان. ده الحاصل يا ناس. عشان كذا يوم 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 شهر تسعه، شهر تسعه مش ما يقوم هناك في السجانه تلقى شوف اولاد الزنا يا زلمه. انا خشيت جوا 17 عنبر مليانه فل. ده جاي من وين؟ من كندا، ديل من هنا من السودان ومن ولاية الخرطوم فقط. ديل غير الماتوا والأكلهم الكلاب والاندفنوا والجدعون في البحر، لأنه في رأس السنة زي ما قال لك أخونا بشوق بيطفوا النور. بيطفوا النور ده داري ما شنو يعني؟ داري يأكل فتة؟ هذا لا جوا ده عنده شغلة، عنده فهم، يقول لا عليك الله تعالى الحتة دي كشافتها شوية ضاربة كذا، تعالى تحت الشجرة دي، تحت الشجرة يا ثعلب، تحت الشجرة تعمل شنو؟ تلقاه وقاعد تستحز زي الجقر، تلقاه قاعد جوا داري ما شنو يعني؟ داري يقرا لها صورة الحمد يعني؟ داري عنده شغل داري تمه، بيتم شغل لكن بيلقاه يوم القيامة. عشان كده ربنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نحذر المسلمين كلهم وعلى المسلمات، ده ما عيدنا وما حقنا وما بنحتفل به ولا بنعتز به. قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، متى ما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عشان كده الآن مداخلين ومسلطين علينا اليهود، وبنخاف من اي زول. نخاف ليه؟ لانه فرطنا في ديننا، ولانه تركنا الدين واستبدلنا الذي هو ادنى بالذي هو خير. واذا كان ديال الجماعه دي شغالين، اللي خلوا يرقصوا الامه كلها، يرقصوا الامه كلها تلقاهم شغالين، الامه تنتصر كيف؟ والمسلمين يعتزوا كيف؟ اذا كان فيهم من يدعو الى هذا. ده هسه زول بيرقص في حفله، ده باقي لك بيمشي ميدان جهاد بيرقص هني، حتى لك النمق ده لما نعرق تقول له ده شنو؟ يقول لك والله بعبر عن شعوري يا اخي، انت صفنب عديل، والله تلقاه يتلولو زي صفنب ويصوروا بها الفيديو، يقول له ده شوف 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 شغلك، يقول له ده اصل ضمانه ده صفنب يا زلمه، ده انت ذاتك. لكن الشيطان يجعل الانسان يفعل هذه الحركات وهو لا يشعر ولا يدري. عشان كده هسه وقف الموسيقى دي، الزلمه مش كان تلقاه قاعد وهادي وما عنده اي حاجه، اول ما الموسيقى تضرب تلقاه شغال كده، بعد شويه بيجدع الامه، بعد شويه بخش جوا، بعد شويه بخش في حاله هستيريه، تلقاه زي الطاقه وكهرباء ماله؟ يقول لك والله ده خلاص اندمج. اندمج وين؟ يا تو محطه وخش من ياتو يا رادي. ده الحاصل يا ناس، احذروا واتركوا هذا الباطل. ارجع بيتك يا اخي، رجع بناتك، رجع اختك، رجع امك. والله يا يمه الكلام ده ما بجوز، ده عيد بتاع نصارى. دي الناس قالوا والله عنده ولد، وربنا قال ما عنده ولد. نحن ما بنحتفل مع ناس زي دين، ناس سبوا النبي وناس شتموا الرسول وطلعوا فيه صور وناس طلعوا فيه فيلم، ما بنرضى نحتفل معهم. خليك عزيز بدينك، خليك عزيز بدينك. وهذا الكلام نقوله نصيحة للمسلمين،
والله جد لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين ويردهم إلى الحق ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.